شخص كلف صديقه بشراء سلعة تقدر ب10,000 جنيه. أي. استأذنه صديقه بأن يأخذ هذا المال كقرض ويشتري له السلعة بالتقسيط ويدفع هو الثمن مقسطا، فما حكم الزيادة المقسطة التي سيأخذها التاجر؟ والله أنا شيء لا أحب أن أساعد على الربا. يعني طب هو كده الربا في أنه جانب كده شيء؟ الربا أنا أعطيتك 10,000 جنيه تشتري لي ثلاجة. أي. أنت أخذت 10,000 جنيه مني لنفسك. أي. أخذتها وضعتها في مخباتك. أي. وذهبت تقول للتاجر يا تاجر أنا أريد ثلاجة بالقسط ب15,000. وبدأت تسدد كذا بالطريقة هذه أرى لا تجوز ولا أساعد عليها. طب هو العائد الربوي مش يعود على صاحب المال الأصلي؟ أنا قلت لك مساعدة بهذه الطريقة على الإثم والعدوان. جزاك الله خير.